هي عندما اقول الحصان زي ما ذكرت في المقاطع الاخرى في الطريقه هذه من حقه يختار وضعيه الجسم والنفسيه ويفعل ما يشاء متى ما يشاء ولا يهمني ليش سوى الشيء او المقدار اللي سوى فيه، اهم ما عليه التعامل معه صحيح. هذا يعني بالضروره انه ما له شغل باللي انا اسويه كامر، اي امر اعطيه اياه متى ما اردت من حقه كوقوف رجوع الخلف، وهو يستجيب لي بالطريقه اللي يبغاها، ويقوس يفضي يتكي يحتر يهدأ يرفع راسه يقوس يرجع لبواكبه صح وبينتهي بالمطاف اللي ما اريد. فالامر اللي بعطيه اياه من حقي اسويه متى ما اردت ان كان جاهز له، ولا الشغل في الامر ما يتدخل فيه. ثانيا رده فعلي لما يفعله هو مرتبطه باللي سواه تماما، ولا هو من حقه يتدخل فيها ابدا. بمعنى نعم من حقك تسوي اللي تبغاه متى ما بغيت نفسيا وجسميا، لكن هذا يقابله ان من حقي اعطيك اي امر ابغاه متى ما اردت، ورده فعلي لفعلك دائما تكون موازيه للي سويته انت بالضبط متى ما فعلته انت. اما لما اخلي الحصان يسوي اللي يبغاه نفسيا وجسميا، ثم اذا واكبت مواكبتي ما تكون بالشكل المطلوب، تتغير حسب راي الحصان ويتدخل برده فعلي تجاهه، او اوامري يتدخل فيها ويفرضها عليه فرض، اذا انت قاعد تطبق تحرير الطريقه هذه او تخيير الطريقه هذه الحريه انه تعطي الحصان حق فعل ما يريد متى ما يريد، بهدف طرق الركوب الاخرى اللي تحط له الحصان فراغ معين يسوي اللي يبغاه بحدوده وهذا خطا. التحرير او التخيير في جعله يختار الوضعيه اللي يبغاها جسميا ونفسيا لابد ان يقابله حريه وخيار لي انا كراكب في الاوامر متى ما اردت، وان رده فعلي تجاهه تكون موازيه تماما لفعل اللي سواه معي. ما يلومني الحصان على فعل شيء معين فيه هو سواه فيني قبل انا اسوي انا فيه. ما يلومك على هدوءك وهو هادي، ما يلومك على حرارتك او رجتك وهو مرتج او حار، ما يلومك على جفاستك وهو جفس، ما يلومك على خفتك وخفيف فوق ذلك. اغلب الناس ياخذ القواعد العامه اللي تقولها او الافكار اللي تقولها يفهمها فهم خاطئ، او حتى يحفظها لكن ما يفهمها، مع الوقت تنفهم منك فهم خاطئ مع انها قاعده صحيحه. حالات اخرى ياخذون قواعد اصلا خاطئه، معلومات خاطئه عن الخيل، مع الوقت اصبحت قواعد عامه لا تقبل النقاش، وهي مو بس خطا، هي عكس الصواب تماما، ويدعونها قواعد لا تقبل النقاش. الفئه الاخرى ياخذ معلومه صحيحه بس حافظها مو فاهمها او ما فهمها صح، فمع الوقت تفهم وتشرح خطا. عندما اقول من حق اختيار النفسيه والجسم لابد يوازيها، اني بالنهايه لما اختار النفسيه والجسم تحكمت في تحكم تام، مما يعني اني فعلت الاوامر اللي ابغاها متى ما اردت، ورده فعلي لفعله دائما تكون موازيه لفعله. اما اني اعطيه النفسيه والجسم وبالنهايه ما اتحكم فيه، معناته اني ما زلقت قفلت، فخطا تعطيه النفسيه والجسم، المفروض النفسيه والجسم انت تحددها له مو هو يحددها لك.